وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الصين السيد أحمد محمد عبد الغفار مدير بعثة مملكة البحرين لدورة الألعاب الأسيوية 19. أهلا بك في نشرة الأخبار، وبداية حدثنا عن المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية وتحقيقها العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة، والذي يأتي انعكاسا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل جلالة الملك المعظم. السلام عليكم جميعا ومشكورين على هذا الاتصال. وبما ان نحن موجودين اليوم في مقر بعثة مملكة البحرين في القرية الرياضية في مدينة هانجو الصينية، اود ان انتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على اشادته يوم امس عن انجازات ونتائج البعثة المشرفة لله الحمد لمملكة البحرين، الذي يعني مبنية على النهضة الرياضية اللي نشهدها اليوم، على استراتيجية اللي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى والشباب والرياضة، والمتابع الأول للتنفيذ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبالإضافة إلى رئيس البعثة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس وفد مملكة البحرين بأسياد هانجو. الحمد لله يعني اليوم نشهد إنجازات جديدة لمملكة البحرين، ويعني وصلنا الحمد لله اليوم 18 ميدالية ملونة من ضمنهم 10 ذهبيات. هذه إنجاز لمملكة البحرين، بما أن احنا اليوم احنا تقريبا ترتيبنا التاسع لغاية اليوم على مستوى الأسياد، والأولى عربية. طبعا متابعة سمو الشيخ عيسى بن علي اليوم لهذه المنافسات اليومية والاطمئنان على أحوال اللاعبين والإداريين في القرية الرياضية كان حافز لهم أن يعطون المزيد من الإنجازات خلال هذه البطولة. وطبعا اتصال سمو الشيخ خالد بن حمد للاعبين كرة اليد مكنهم أن يحصلون على الميدالية الفضية، وما زالت المنافسة قائمة، وإن شاء الله إحنا نطمح لحصاد مزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة بإذن الله قبل ختام دورة الألعاب الآسيوية في تاريخ 8 أكتوبر بإذن الله. نعم، نتمنى لكم المزيد من الإنجازات والميداليات. من الصين السيد أحمد محمد عبد الغفار مدير بعثة مملكة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية 19، شكرا جزيلا لك.